السلام عليكم متشبع الكرام. صراحة أنا الخوت واحد سيفتة شفته اليوم في الانستغرام، حطوا واحد سيفتة عجبني، بغيت نبارطاجيه معاكم. هو أن يوسف نصيري حطوا مع عديد من نجوم للدوري الإسباني حاليا، وقالوا شكون يقدر يكون أحسن مهاجم في الدوري الإسباني الموسم القادم، لكن في حالة واحدة وهي مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي كما عارف يسال العقد ديالو مع نادي برشلونة حاليا، وباقي ما حسمش القرار ديالو واش غادي يجدد العقد مع البارسا او لا غادي ينتقل لشي فريق، بحيت كما عارفين باغي العديد من الفرق العالميه ابرزها مان سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان، لكن غالبا يقدر يجدد العقد. مهم حسب الاستفتاء حاطين 6 لاعبين، عندنا يوسف نصيري كينافس مهاجم ريال مدريد بنزيما، وايضا مهاجم سوسيداد اللاعب ايزاك اللي تالق في اليورو كيما شفتوا مع المنتخب السويدي، وكاين ايضا ديباي اللاعب الهولندي اللي انتدبوه، وكاين ايضا الكون اغويرو النجم الارجنتيني، وكاين ايضا البيستوليرو لويس سواريز. يعني من اصل 6 لاعبين ديباي اغويرو سواريز بنزيما ايساك ونصيري، شكون اللي كيبان لكم احسن مهاجم من السادو الموسم القادم في الدوري الاسباني؟ اش بان لكم الخوت؟ كنتمنى نصيري يتالق ويكون افضل لاعب او لا مهاجم باش ينتدبوا شي فريق عالمي باش يلعب على المواقع والمراكز الكبيره والالقاب، ماشي غير على مراكز الرابع ولا الثالث مع سيفيا كما عارفين. اش بان لكم الخوت شكون احسن مهاجم يقدر يكون العام الجاي الى مشى ميسي؟ هذا ما كانت من عجبكم الخبر، كان معكم الاخ ديالكم مروان، وتهلاو لي فراسكم.